الأستاذ عزيز، أنا بقالي في المهنة دي 37 سنة. جوز أختي أساساً كان والده بإسكافي قديم، فبدأت الصنعة دي وأنا عندي حوالي 16 سنة، فلقيتها مهنة مهمة وحبيتها صراحة، وتعاملت مع المكن بتاعها، فهمت المكن واشتغلتها. لا، هي المكن بالنسبة لنا عندي مكنتين، مكنة النعل ومكنة الترقيع اللي هي الوش القديم. هم دول يعتبر أفضل حاجة الجزمجي اللي بيشتغل بيهم، من غيرهم مش هيعرف يشتغل. دي حاجة. تاني حاجة، في بقى في مكان اسمه تشيكي، في مكان ترابيزة بتاع الفندي، ممكن الجزمجي يشتغل بيه وممكن ما يشتغلش بيه. الجزمجي اللي على واسع الكبير ممكن يجيب المكان ده، لأن التشيكي دي مكنة مش مصرية، احنا بنشتغل بمكان يعتبر البرة وجوه مصري، انما دي تايوان. لكن المكان التشيكي غالي ومحدش هيقدر الشغل بتاع المكان التشيكي من الزباين، فتقدر تقول ان احنا بنحاول ايه نمشي الدنيا. لا، عملية التصنيع قلت جدا خالص. انا كنت بفصل لهم جزمة، افصل صابوه، افصل شبشب، افصل صندل، جاهز نفسه سريع والاشكال مغرية، لكن مش عملي. لا، السعر التفصيل غالي لان الخامات غالية، خامة النعل غالية، خامة الوش غالية، الكل غالية، الصنعة نفسها غالية. يعني ممكن جزمة كلاسيك طبيعي نعل حلو برضو معقول يعني 500 جنيه وانت طالع، ممكن الجهاز ب 250 جنيه، فرق بيه نص والنص. الفرق ده بيروح علشان مثلا المصنع بيجيب كميات فبيجيب لا الخامه اقل، الخامه اقل، خامه التفصيل ده تفصل لازم تستخدم خامه كويسه. طبعا طبعا. سمعه التفصيل بقى موجود ولا اقل؟ لا، اندثر، شبه اندثر 1%. شغلنا تصنيع بس، تركيب نعم. لا لا، هو الموضوع السنه دي بالذات السنه دي اللي هي 24 زادت جدا التصليح، لان اغلبيه الناس ما عاش فلوس اساسا. انا بيجيني شنط مهلهله منسله، اللي يقول لي اعمل لي وصله من هنا، اعمل لي القطعه دي من هنا، انا مش معايا اجيب شنطه واتنين لابني وبنتي والكلام ده، لان ظروفهم مش سامحه يشتروا شنطه جديده. لا لا، ده بتبقى عباره عن مشمعات عادي، بنحاول مؤاخذه يعني نرقعها ونلزق لها جلد سكاي من جوه ونشغلها وبتعدي الترم عقبال ما الدنيا تتظبط مع الزبون وتشتغل الدنيا. في برضه ناس بتجي لك بتصلح جزم مدارس، الموضوع ده بيكون مكلف اصلا؟ لا، دي مش على حسب اساسا التصليح فيها. التصليح فيها بيكون كتير فبتتكلف الحاجه شويه، على حسب ان الجلد غالي، الكل غاليه، الخيط غالي، استهلاك المكنه غالي، المحل ايجار، كهرباء، صنايعي كده. لا، هي تعليم، هي مهاره وتعليم، ان الانسان يكون فيها بيحبها ماهر. ادام بتحب الصنعه وانت ماهر فيها هتبدع، هتعطي، هتعطي احسن ما يكون الزبون عايز كمان. لا، هي بالنسبه لظروف المهنه ان حد يخش الصنعه، في ناس بتستحقرها اساسا مهنه الجزمجي، في ناس ما بتهواهاش، اللي بيهواه بيكون حبيبها. يعني انا اعرف ناس اساسا سابت الجزمجي وراحت تشتغل على توك توك. لا لا، تصنيع والكلام ده لا، انا حابب التصليح، انا حابب التصليح قوي ويعتبر ببدع فيه وماهر فيه جدا بمعونة الله. لا، انا بفكر في افكار جديده باستمرار. يعني انا لما بشوف حد عايز يصلح كوتشي، كوتشات نظيفه غاليه، هو الزبون يقول لي انا عايز اصلح ده، فانا بشوف هو يصلح ازاي ويبقى شكله محترم وما نغيرش من الديزاين بتاعه ولا نشوهه، بصلحه له بيعجبه يبقى تمام، لان انا حابب ان انا اصلح الحاجه دي بطريقه حلوه جميله ما تشوهش المنظر. الراجل جايب كوتشي ب 1000 جنيه او ب 1000 ونص، مش عايزه يبوظ في سبيل ان هو يرجع كما كان. لا، ما انا لو خدت حاجه وخفت ان انا اصلحها لا تبوظ مني مش هصلحها، لكن انا عارف ان ما كنتش هطلعها له احسن ما هو جايبها مش هعملها. احب انصح بعض الصناعيه ان يعتبر الشوز ده مش بتاع الزبون، الشوز ده بتاعك انت، شوف انت هتصلحه ازاي، انت اللي هتستخدمه.
فيك.